قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أن يستغفروا، الاستغفار هو طلب المغفرة، فلا يجوز أن تطلب المغفرة من الله عز وجل لهؤلاء الكفار. والنهي عن الاستغفار يدخل فيه من باب أولى في التحريم، يدخل فيه محبتهم وموالاتهم. فإذا كان الاستغفار الذي نطق به اللسان وقد تجرد القلب من محبتهم وموالاتهم، يكون هذا الاستغفار محرما، فمن باب أولى أن تكون هناك محبة لهؤلاء الكفار. فيجوز أن تبقى ذرة من محبة في قلب المسلم لهؤلاء، وكيف تحب من أبغضه الله عز وجل.